اهلا بكم من جديد. خلينا نبتدي على طول مع بعض اخبارنا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد بالامس اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واطلع سياده الرئيس على نتائج الزياره الاخيره لوفد المصري الحكومي برئاسه الدكتور مدبولي لدوله الامارات، والمشاركه في الاجتماع الثلاثي المصري الاماراتي الاردني، واللي تم من خلاله اطلاق مبادره الشراكه الصناعيه التكامليه بين الدول الثلاثه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصري الحكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بعشرة مليارات دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث من العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتقدمة. كما استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات في مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر بالتوسع في استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية. وقد أكد السيد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة التي تمثل تجسيداً واقعياً للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث وجه سيادته بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعياً للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث الأشقاء. سيادة الرئيس أيضاً استقبل السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع. أكد سيادته على المكانة المهمة اللي بيتمتع بها الاتحاد الأوروبي وكافة مؤسساته في إطار السياسة المصرية اللي بترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وخصوصاً أن أوروبا بتعتبر الشريك التجاري الأول لمصر. خلينا نشوف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر، فضلاً عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر، ومعرباً سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. من جانبه أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، ومؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة السيد الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية،
حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة، تكاملاً مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار. كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام. أضاف المتحدث الرسمي أن المفوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة وأن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس. كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس للمفوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشدداً سيادته على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة، ومنها الاجتماع الأسبوعي للحكومة وتوجيهات الدكتور مدبولي بالعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن. كمان متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأخبار تانية كتير في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي واللي تم فيه مناقشة واستعراض عدد من الملفات المهمة زي توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط بيبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. كمان خلال الاجتماع وجه الدكتور مدبولي بأهمية العمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، والعمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات اللي تم التوافق حولها في أقرب وقت ممكن. امبارح عقد رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. خلال الاجتماع تم التأكيد على الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروعات بنسبة تصل ل 90% من المشروعات المستهدفة في 8 محافظات وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة في 7 محافظات وأقل من 70% في 5 محافظات. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وقال الدكتور مدبولي إن المنظومة ليها دور مهم في حوكمة الإجراءات وتبسيطها، وده بيساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير. امبارح نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو جراف بعنوان فرص مستقبلية تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية. الفيديو جراف بيوضح دور مصر كأحد أهم موردي الغاز المحتملين لأوروبا، لأنها الوحيدة في شرق المتوسط اللي بتملك بنية تحتية بتمكنها من إسالة إنتاجها من الغاز الطبيعي وتصديره لأوروبا. وبالنسبة لجولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها
أن البابا تودروس ترأس قداس عيد دخول المسيح إلى مصر، وده في كنيسة العذراء مريم في مدينة سخا بكفر الشيخ. منها أيضا توريد 29 معدة جديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة في محافظة المنوفية، ومنها أيضا افتتاح معهد التمريض في إيتاي البارود بتكلفة بلغت 26 مليون جنيه، وأخبار تانية من الفيوم الغربية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من الغربية، المحافظ طارق رحمي أصدر توجيهاته للجمعيات الزراعية بعدم صرف السماد وغيره من السلع المدعومة دون تقديم إيصالات توريد القمح. قال المحافظ إنه ممنوع تداول القمح لحد آخر شهر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني ستتم مصادرته. امبارح البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زار محافظة كفر الشيخ لترأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم بسخة بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر. في الفيوم أجرت المحافظة قرعة علنية لتسليم عقود 137 سيارة ميكروباص أجرة للعمل على الخطوط الداخلية وحل أزمة الزحام. في المنوفية تم الانتهاء من توريد 29 معدة جديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بإجمالي تكلفة وصلت ل 50 مليون جنيه، وده ضمن خطة توفير بيئة آمنة ونظيفة لأهالي المحافظة. في البحيرة تم افتتاح معهد التمريض بقرية صفت الحرية بإيتاي البارود، والمقام على مساحة 992 متر بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه. المعهد بيستوعب 840 طالب بالفرقة الأولى و337 طالب في الفرقة الثانية.